أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27,840 شهيدا و 67,317 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 15 مجزرة بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن استشهاد 130 وإصابة 170 خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت السلطات الصحية أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 300 كادر طبي و450 جريحا بالإضافة إلى 10,000 نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، وذلك وسط نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية. ارجع ارجع